حول تداعيات حكم المحكمة الاتحادية وحكمها بعدم الاختصاص بالنظر في دعوى حل البرلمان، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، بداية مرحبا بك. بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية حكمها بعدم الاختصاص وإلقائها الكرة في ملعب شركاء العملية السياسية، إلى أي مدى أو كيف تنظر إلى بوادر حل الأزمة؟ هل ترى أن هناك أي بوادر لحلها؟ أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أعتقد أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها من 6 نقاط. هذا القرار هو بالذات اتخذ ضمن إطار هذه المحكمة التي تنظر لقضايا دستورية مهمة. فهذا القرار جاء وفق الدعوة المقامة من قبل التيار الصدري والتي أقامها باسم التيار نصار الربيعي أمام أمين عام. أستاذ محمد جواد، هل رفعت صوتك أكثر لو سمحت لكي يتسنى للمستمع والمشاهد أن يسمع صوتك بشكل أفضل؟ الآن صوتي أحسن. نعم الآن صوت أحسن. اتخذت المحكمة الاتحادية هذا القرار باعتبار أنه يؤخذ هذا القرار من قبل مجلس النواب بالذات وليس المحكمة الاتحادية، لأن هذه ليست من اختصاصاتها. بالوقت التي أو الذي جاءت المحكمة بقرارات أخرى اتخذت باعتبار قضايا مهمة، ولذلك أن المحكمة أعطت حيزا واضح للإطار التنسيقي بأن يأخذ دوره في تشكيل أو عقد جلسة لمجلس النواب، وهذه الجلسة سوف تكون فيها إعادة ترشيح محمد الشياع السوداني، وتأخذ الأمور طابع آخر دون النظر لما يطلبه التيار الصدري من إجراءات أخرى. ومن قراراتها الأخيرة يقول أنه لا زال البرلمان العراقي لم يأخذ بنظر الاعتبار الفترة الزمنية لانتخاب رئيس للوزراء ورئيس للجمهورية، لذلك تعتبر الأمور ملغاة بالنسبة لهذه القرارات التي ممكن أن تتخذ. طيب. بما فيها أنه قرار آخر وهو حل البرلمان، هكذا جاء في قرار المحكمة الدستورية. دكتور محمد، الخارجية الأمريكية دعت شركاء العملية السياسية إلى احتواء الصدر وإشراكه أيضا في أي حكومة أو أي قرار لحل الأزمة، هل ترى أن الصدر سيقبل بهذا الحل؟ أعلن الصدر من خلال تغريداته ووزير الصدر المسمى بمحمد صالح العراقي وزير القائد في هذه الحالة أنه لا يمكن أن يتفاهم مع الإطار التنسيقي لوجود ناس من الفاسدين والذين عليهم تهم يجب أن يحالوا إلى القضاء، هكذا كانت تغريداتهم بهذا المعنى. ولذلك أعتقد أن الأمريكان وهم جادين في عملية لملمت صفوف التيار مع الإطار التنسيقي من أجل تمشية العملية السياسية، ولكن هناك رفض من قبل التيار، وهذا يعني أن الأمور أصبحت مغلقة بالنسبة للتيار الصدري، حتى بقراره بأنه لا عودة لنواب التيار الصدري إلى مجلس النواب أبدا. ولذلك واضح من خلال هذه التصريحات أن الصدر لا يمكن أن يتوجه
بما يطلبه الأمريكان. طيب دكتور محمد، الصدر من جهته قال إن عودة الكتلة الصدرية إلى البرلمان ممنوعة منعا باتا، ورمى الكرة في ملعب الإطار التنسيقي. البعض يقول إنه أن ذلك سيجعله أو يجعل الإطار يندفع إلى تشكيل الحكومة من دون حل البرلمان، مستفيدا من خروج نواب الصدر من المعادلة. ولكن ذكرت أن الصدر أمامه طريق مغلق، يعني ما هو الخيار الذي أمام التيار الصدري الآن؟ باعتقادي أنه ليس للتيار الصدري سوى أنه يعيد التظاهرات، وهناك تظاهرات حدثت في ساحة النسور قام بها جماهير من الشعب العراقي لا تمت للتيار بصلة، وإنما من منتفضين تشرين، أعلنوا إعلانا صريحا وواضحا أنهم ليسوا مع هؤلاء الزمرة الحاكمة، وهم يريدون حل البرلمان، وطالبوا بعدم تدخل إيران الفرد بالشأن العراقي، لأن القضية قضية عراقية وليست تمت لإيران بأي صلة. هذه كانت هي المطالب، ولذلك يجب أن يأخذ التيار الصدري بنظر الاعتبار هذه الجماهير المنتفضة، والتي سوف تعلن انتفاضتها في حالة تشكيل أو بالأحرى حتى عقد مجلس النواب العراقي لدفع محمد الشيع السوداني إلى سدة رئاسة الوزراء، وهذا يمكن أن يحدث في خلال فترة قريبة قادمة. دكتور محمد، يعني إذا ما دعا الصدر أنصاره للاعتصام في البرلمان مرة أخرى، هل تعتقد أو إلى أي مدى تتوقع أن يكون هناك ربما اقتتال بين الميليشيات المسلحة في العراق؟ هذا الأمر هل تراه خيارا مطروحا؟ هو وارد بالذات، يعني إذا فعلا التيار الصدري دفع باتجاه جماهيره أن يدخلوا إلى المنطقة الخضراء من أجل منع اجتماع مجلس النواب، ممكن أن تحدث هناك تصادمات، لأنه الإطار التنسيقي هو مجهز كذلك بأسلحة وبميليشيات كما هو متعارف عليه، لأنه يضم هذا التيار معظم الأحزاب التي تملك ميليشيات، وبالتالي ممكن أن يحدث أي تصادم في أي لحظة، وهذا ما لا نريده، لأنه ممكن أن يسفك الدم العراقي ويراق. ولذلك الاتجاه الصحيح هو أنه الانتفاضة السلمية والمطالب التي يقوم بها منتفضي تشرين هي الحل الأوحد والأفضل في هذا الاتجاه. نعم، عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لك.